فصل الشتي بمالطا، وبعد ثلاث شهور قرروا أن يسافرون. الناس بالجزيرة أكرموهم وطعوهم كل ما يحتاجون، وسافروا من هنوك بسفينة من الإسكندرية إلى أن وصلوا روما، وسمعوا الأخوة بروما وبوصول بولس، فطلعوا واستقبلونه. فلما غشعن بولس شكر الله وتشجع، وبروما الضابط سمح لبولس أن يقعد ببيت خاص مع الجندي اللي يحرسه. بعد ست أيام بعث بولس على شيوخ بني يعقوب، فلما اجتمعوا: يا إخوان، أنا بعثت عليكم وأريد أوضح لكم شيء مهم. أمبور، أنا ما عملت شيء ضد شعبنا أو ضد عادات آبائنا، ومع هذا قبضوا علي بالقدس وسلموني للرومانيين، فحققوا بموضوعي وغادوا يطلقون سراحي. أمبور، أنا ما أذنبت بأي جريمة تستحق الموت، لكن الشيوخ بني يعقوب هنوك عارضوا، فاضطريت أن أرفع قضيتي القيصر، وأنا ما هدفي أن أشتكي ضد شعبي، ولهالسبب بعثت عليكم حتى أغشعكم وأحكي معاكم. وأنا مثل ما تغشعوني مقيد بهاي الزنيجيل بسبب رجاء بني يعقوب في أن يحقق الله وعده لهم. نحن ما وصلتنا أي رسالة من الشيوخ بالقدس بخصوصك، والإخوة اللي جوا من القدس ما قالوا لنا أي شيء ما مليح عنك. أي نعم، ونحن جينا حتى نسمع آرائك. أمبار إخواننا بكل مكان يقولون أشياء ضد هاي الطائفة، يعني أقصد اللي يتبعون عيسى. نحن نتفق على يوم محدد نقابلك بينه حتى تحكينا. هاي أحسن فكرة، وأهلا وسهلا بكم أش وقت ما تجون. فجوا بالموعد اللي حددونه ومعاهم كثير ناس، فحكى معاهم بولس من الصبح لليل. وهالساعة أنا بعد ما شرحت لكم عن مملكة الله وعن عيسى المسيح، وأيدت كلامي بالتوراة وكتب الأنبياء، فأش تقولون بهذا الكلام؟ نحن نؤمن بالكلام اللي قلته. أي نعم، أنا آمنت بهذا الكلام. ونحن نرفض أن نؤمن. أمبر، هذا كلامك ما صحيح. هذا كلامك ما مقنع. هذا كلام ما مقنع. صدق الروح القدوس لمن قال الآباء كم بلسين النبي إشعياء: روح البني يعقوب وقول أش قد ما سمعتم ما تفهمون، وأش قد ما دحقتم ما تغشعون. أمبر، قلب هذا الشعب تحجغ، وذان ما تسمع، وغمضوا عيونهم حتى ما يغشعون. لهالسبب ما يطيقون يفتهمون بقلوبهم ويميلون اللي فأنجيهم. أغيدكم تعرفون أنه الله سبحانه وتعالى بعث نجاته الغير بني يعقوب، وهي مغيح يسمعون. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، يلا خلي نطلع نحن. يلا 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 نطلع. عمبور، هذا الحكي ما يفيدنا. يلا نشوف. بولس بعد ما قال هذا الشيء طلعوا منه بني يعقوب وهيم بمناقشات حادة. يا شديد، اكو موضوع مهم لازم احكي لك. هو تفضل احكي يا بولس. شديد، انت تعرف انا مسجون هوني بروما، لكن هاي القيود اللي عاد تغشعوها بيدي ما تمنعني من إرشاد الناس المؤمنين وتشجيعهم على الثبات بكلمة الله. أمرني بولس وأنا بخدمتك. أنا أريد أكتب رسالة لإخواننا بمدينة أفاس. أمبور، أنا قضيت فترة طويلة هنوك، وأريد أحكي لهم بهاي الرسالة عن حقائق الإيمان. يعني قصدك تقول مضمون الرسالة غي يكون عن دعوة الله سبحانه وتعالى
بالإيمان بمولانا المسيح؟ إيه نعم، وخصوصا هاي الدعوة مصيحة بمحبة الله وغنانه بالرحمة وبالنعمة على الناس من خلال عيسى المسيح. وأنا مستعد أكتب الشيء اللي تأمرني بينه. ما بس تكتب، أريد أبعثك حتى توصل الرسالة لهم. إن شاء الله أكون خادم أمين بنقد الرسالة للناس المؤمنين. يلا لكن مستعد تكتب؟ تفضل. من بولس رسول المسيح عيسى بحسب مشيئة الله إلى عباد الله المؤمنين الأمناء بمولانا المسيح عيسى بأفاس، سلام الله عليكم وبركاته لكم بواسطة المسيح عيسى. نشكر الله اللي بعثنا عيسى المسيح ونحن صغنا من أتباعه، وبهذا الله أنعم علينا بنصيب عظيم بالسماء. الله حبنا واختارنا من قبل ما خلق العالم حتى نكون من عباده الصالحين وبدون عيب بنظره، وهذا الشيء بانتمائنا للمسيح، وقرر أن يجعلنا من عباده الصالحين بواسطة عيسى المسيح وحسب مشيئته الصالحة وقصده. يا إخوان، أنتم كنتم من الخاصغين بسبب ذنوبكم وخطاياكم اللي كنتم ترتكبوها بالماضي حسب عادات الدني، وكنتم تمشون بطريق الشيطان، يعني سلطان الأرواح الشريرة، مبور هو يتحكم بالناس اللي ما يطيعون الله. ونحن كنا بالماضي مثلم نعيش حسب شهوات طبيعتنا الدنيوية، وكنا نعمل رغباته وأفكاره، ولهالسبب كان من الطبيعي أن يحل علينا غضب الله مثل البيقين. لكن الله من محبته العظيمة لنا ورحمته الواسعة علينا أعد لنا حياة الآخرة بقيامة المسيح، ومع أنه نحن مذنبين الله أنعم علينا بالنجاة من النار. وبما أنه نحن آمنا بالمسيح عيسى، فالله سبحانه وتعالى أحيانا وحضغنا مكان نقعد بينه مع المسيح بالسماء، وبهذا الشيء بيّن للأبد أنه نعمته غنية وبلا حدود، وهو أشفق علينا بواسطة المسيح عيسى. الله أنعم عليكم بأن تؤمنون بالمسيح عيسى وتفوزون، وهذا الشيء ما منعدكم، لكن هو هبة من الله، وهو ما نتيجة حسنات عملتمها حتى تفتخرون بيها، لكن الله خلقنا من جديد بواسطة المسيح حتى نعيش الحياة الصالحة اللي دبرنا هي من الأول. السلام والمحبة مع الإيمان من الله سبحانه وتعالى ومن عيسى المسيح لكل الأخوة. النعمة مع كل اللي يحبون عيسى المسيح، محبة ما تزول للأبد. وقعد بولس سنتين كاملة ببيت أجره بروما، وكان يرحب بكل واحد يجي يزوره، وكان ينادي بمملكة الله بجرأة وبدون تعب، ويعلم الناس عن مولانا عيسى المسيح. أخبار الأخوة المؤمنين كان اتصل بولس أول بأول، وهو بروما سمع الشيخ يعقوب أخو عيسى استشهد بالقدس. أما بطرس فكان موجود ببابل مع مجموعة من المؤمنين، وأثناء وجوده هناك استلم نسخ من الرسائل اللي كتبها بولس، واجتمع مع سيلا اللي كان موجود معانه. يا سيلا، أريد أحكي لك شيء. تفضل يا بولس. سيلا، أنا بالليل اللي قبضوا بي على مولانا نكرتونه 3 مرات، مبور خفتوا على حياتي. إيه وهسا؟ هسا أنا تعلمت كثير أشياء عن الإيمان بوسط الشغ، فلازم أكتب شيء لإخواننا المؤمنين حتى أشجعهم. هذا التشجيع اللي قد تحكي عنه محتاجينه الناس الموجودين بتركيا، مبور هي مهسا يتعرضون للاضطهاد. يلا لكن، أنت مستعد للكتابة؟ تفضل يا بطرس. من بطرس رسول المسيح للمؤمنين الأغراب المشتتين اللي اختارهم الله الودود بحسب قصده وأرشدهم بدافع من الروح القدوس حتى يطيعون عيسى المسيح ويتطهرون بدمه. سلام الله عليكم وبركاته لكم. يا أخوان، أنتم عرفتم كمؤمنين أشقد مولانا المسيح حنين، لهذا ابتعدوا عن كل شغ وكل خداع وكل نفاق،
وحسد وكل كلام قبيح، ومثل الأطفال الصغار اللي يتلهفون دائما للحليب، كونوا متلهفين دائما للغذاء من الروح القدوس حتى تنمون بينه وتخلصون من كل خطاياكم. وإذا كان الله يريدكم أن تتحملون الاضطهاد، فمن الأفضل أن تتحملونه بسبب أعمالكم الصالحة ما بسبب عمل الشر. والمسيح تحمل الموت مرة واحدة حتى يحل مشكلة الذنوب. الصالح ضحى بحياته من أجلنا نحن المذنبين حتى يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وفات المسيح للسماء وهو على يمين الله سبحانه وتعالى، وخضعت له كل الملائكة وكل القادة والحكام اللي بعالم الأرواح. إذن بما أن المسيح قاس الألم بجسمه، تسلحوا أنتم هم وكونوا مستعدين أن تتألمون مثله. أنبوه كل واحد يتألم بجسمه في سبيل الله ما يغيد يخطأ بعد، ويغيد يعيش بقية عمره على الأرض ما بحسب الشهوات اللي تتحكم بالناس، لكن بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأهم كل شيء يا أخوان، حبوا بعضكم البعض من كل قلبكم. أنبوه بالمحبة الطيق تسامح الآخرين اللي يغلطون بحقك. ضيفوا بعضكم البعض بدون تذمر، وخلي كل واحد يستخدم الموهبة الخاصة بينه حتى يخدم الآخرين. وبهذا الشيء غيح تكونون وكلاء أمناء مسؤولين عن مواهب الله المتنوعة. وإذا واحد بيكم غاد يحكي أو يخدم، فخلي يتوكل على الله حتى يرشده بالكلام المناسب ويقوينه بالعمل المناسب. وبهذا الشيء يكون الشكر لله من أجل كل ما عملته. مبور هو أنعم عليكم بواسطة عيسى المسيح اللي هو المجد والعزة إلى أبد الآبدين. وبالنهاية كتبت هاي الرسالة المختصرة بيت سيلة اللي أعتبره أخو أمين، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد بنعمة الله سبحانه وتعالى، وكل الإخوان الموجودين ببابل يسلمون عليكم، والسلام عليكم. بطرس ومرقس قرروا أن يسافرون لمدينة روما. فلما وصلوا هنوك بطرس قام يحكي مع المؤمنين ويشجعهم، مرقس قام يترجم البطرس للغة اليونانية. يا أخوان، من واجبي أن أذكركم ما دمتوا على قيد الحياة. أمبور أنا أعرف غير أروح من هاي الدنيا عن قريب، مثل ما أعلن لي سيدنا ومولانا عيسى. أي نعم، لهذا أبذل كل جهدي حتى أتأكد أنه بعد رحيلي تطيقون تتذكرون هاي الأمور دائما. ونحن لما خبرناكم عن قوة مولانا عيسى المسيح ومجيئه، ما اتبعنا خرافات جذابي، لكن اقشعنا بعيوننا جلالة الملك مبور هو نال من الله المجيد الإكرام والمجد لما نتكلم الله من علياء جلاله وقال: هذا هو مسيح الحبيب اللي بعثتونه، فاسمعوا له وطيعونه. ونحن نفسنا كنا معانه على الجبل المقدس وسمعنا هذا الصوت لمن جاء من السماء. وهذا الشيء أكد لنا أكثر أنه كلام الأنبياء عن المسيح صحيح، وأنتم تعملون مليح إذا انتبهتم الكلام. أمبور هو مثل مصباح منير أما كان مظلم، إلى أن يجي المسيح مرة ثانية وينور قلوبكم بالكامل مثل نجم الصباح. وأهم شيء لازم تعرفون، كل نبوءة بالكتاب ما جت من النبي نفسه. أمبور النبوءة ما تجي بإرادة الإنسان، لكن الروح القدوس هو اللي يدفع الناس حتى يتكلمون بكلام الله. يا أحباء الله، أنا حاولت أن أنبهكم حتى تفكرون تفكير سليم
وغايتي أن تتذكرون دائما الكلام اللي قاله الأنبياء الصالحين وبوصايا المسيح المنقذ اللي نقل لكم الرسل. لهذا يا أخوان لازم تعيشون حياة صالحة وتقية، وبما أنه أنتم تستنضغون يوم الله، هذا اليوم العظيم اللي بينه السماوات والأرض تزول، فلازم تعيشون هاي الحياة. انبور الله سبحانه وتعالى وعدنا بسماوات جديدة وأرض جديدة تنتلي الصلاح بالكامل ونحن نستنضغ فرح. إذن يا أخواني، بما أنه أنتم تستنضغون هذا الوعد، ابذلوا كل جهدكم حتى يلقيكم الله أنقياء وبدون عيب وأنفسكم مطمئنة. ظل فترة بالسجن بروما مع الحارس مالته، وبسبب قضيته كثير ناس سمعوا رسالة المسيح حتى من بيت قيصر نفسه. وبعد محاكمته لقوا أنه ما عمل شيء يستحق الموت أو السجن، لهذا السبب قرروا أن يطلقون سراحه. بعد ما طلع بولس من السجن التقى بطرس بروما. بولس أخذ تلميذ معانو اسمه تيتوس وسافروا الجزيرة كريت، أما بطرس فقعد بروما، ومرقس راح للإسكندرية وقعد هناك. وبكريت بولس وتيتوس بشغوا الناس عن مملكة الله وعيسى المسيح، ومن هناك قرر بولس أن يروح لمدينة فيليبي باليونان، وترك تيتوس بجزيرة كريت. وبعد مدة كتب بولس رسالته لتيتوس: أنا أكتب إلى ابني الحقيقي تيتوس من خلال الإيمان اللي كلتنا لنا نصيب بينه. سلام الله عليكم وبركاته لكم بواسطة عيسى المسيح. أنا تركتوك بجزيرة كريت حتى ترتب الأمور اللي تحتاج الترتيب، وحتى تعين شيوخ الجماعة المؤمنين بكل مدينة مثل ما وصيتوك، ولازم يكون الشيخ اللي تعينه بلا لوم ولوه مغى وحدي، ولازم يكون أولاده مؤمنين وما متهمهم أحد بالخلاعة أو التمرد. أمبور لازم يكون الشيخ مسؤول قدام الله من الجماعة، إذن فلازم يكون بلا لوم وما عنيد وما غضوب وما سكير وما عنيف وما يسعى للربح الحرام، ولازم يكون عنده كرم الضيافة ومحبي العمل الخير، عاقل وصالح وتقي، ويضبط نفسه ويتمسك برسالة الحق مثل ما استلمه، حتى يطيق يشجع الناس بالتعليم السليم وأن يغد على المعارضين. ونعمة الله ظهرت بها فرصة للنجاة، لنجاة كل الناس. ورسالة النجاة تعلمنا أن نمتنع عن كل شغ وعن شهوات هاي الدني، وأن نعيش بالصلاح والتعقل والتقوى بهاي الحياة، ونستنضغ أن يتحقق أملنا السعيد بمجد الله العظيم بمجيء مولانا ومنقذنا عيسى المسيح. فهو اللي يضحى بنفسه من أجلنا حتى يفدينا من كل شغ ويطهرنا ويعملنا شعبه الخاص، ونكون متحمسين العمل الصلاح. ذكر الناس أن يخضعون للحكام والقادة وأن يطيعوهم، ويكونون دائما مستعدين أن يعملون الخير وما يتكلمون بسوء على أي واحد، وما يكونون متخاصمين لكن يكونون لطفاء ويعاملون كل الناس بكل وداعة، ويتجنبون المناقشات الغبية. والشخص اللي يثير البدع حذره مرة ومرتين وبعد هذا قطع علاقتك بينه. وجماعة المؤمنين لازم يتعلمون أن يعملون الأعمال الصالحة
حتى يسددون احتياجاتهم اليومية ويعيشون حياة نافعة. كل اللي معاي يسلمون عليك، وانت سلم على أحبائي المؤمنين. الله يبارككم كلكم. بعد هذا كلته رجع بولس لمدينة روما وانسجن هنوك مرتلخ. وأثناء وجوده بالسجن كتب رسالة لتيموثاوس ولكل المؤمنين الموجودين بأفاس. إلى ابني الحبيب تيموثاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اثبت يا تيموثاوس على المبادئ اللي تعلمتها وآمنت بيها، وتذكر على ايد من تعلمت هذا الشيء. وانت من كنت صغير تعرف كتاب الله اللي يعملك حكيم حتى تنال النجاة بالإيمان بعيسى المسيح. كل الكتاب موحى بينه من الله، وهو نافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد للصلاح، حتى يكون الشخص المؤمن مجهز ومستعد لكل عمل صالح. أما أنا فجدت الساعة حتى أضحي بحياتي، وجاء الوقت اللي بينه أنتقل من هاي الدنيا. أنا جاهدت الجهاد الحسن وكملت الشوط وكنت أمين، وهسع يستندغني الفوز والصلاح اللي غيح يقدم لي هو القاضي العادل، وما بس لي وحدي لكن الكل المؤمنين بالمسيح اللي يستندغون جيته بشوق. وهسع مولانا ينجيني من كل شغ وغيح يوصلني لمملكته بالسماء. الله يبارككم كلتكم. بهذاك الوقت كان يحكم روما امبراطور اسمه نيرون، وبزمن هذا الامبراطور صار اضطهاد كلش قوي ضد الناس اللي آمنوا بالمسيح. وبهذا الوقت استشهد بطرس وبولس بالسنة 68 ميلادي. وبالرغم من الاضطهاد اللي تعرضوا له المؤمنين، لكن كان عددهم يزداد يوم بعد يوم بإرادة الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر مع الحواريون.